أنت كسيار أيان همي مركز تبع وعين شري وحنا كأرك شري يمنيت يمنيت أنا إن نيكاس كبر توليس أون نقطة أنا وحاجود على تفكر كبعدين تولد أنا رشان أكون نقطة أو ريت شري إلى يود لا يقول علي إلى أنا أنا يوم ما تسيار وهاي لكن إلى هاي دعاء يقع قبله أيه إلى هاي يقول يقول صلاح همي أنا أركي ما كده مرة أيضا كباهدا وقابل دينير وحن إيه فرق بين قارو وكلات الشري وأنا اللي يقول أودين اللي إنا اللي يقول تاجره يدث فرق بدن يرى فرق بدن تينا هم بيجينا إلا هذا ما كتشرا إلا أنت أكده من دانو إلا إنه حن كبر يا إنه هم يجي يروح مايو ده كي يقولوا كوا أوف كي أوف فايدة يا يكيل لك فايدة استميل هاي نقدر تربية إيوه حفظ القرآن كا وعوي شيخ صالح عوي الإسماعيل وان وسو دلو قيمي ما قالوا إن كي وين عمرها المدارس كي وين لها العكس بدل اللي بقى هذا ليجي وكيمي وعوسو ويمي إنه ضد كان واحد برد دلة دجن عن مدرسة لهين عن مال القرآن لقو برت لهين مدارس كل صوص سارة أرض التربية سن أو قرآن لبري أو صلاة لبري أو مركع دم بيس كل كتجا وعوي ومالها وحلاقة صوص سارة وعوي يعني إنت هسوي صوب بريلين قرية اللي هدا عنهر جونه وقرية تمر محمد تاهل أبسي وعوي سيكون ميل جارا لوجو تهكاي قرية كلا أو دوسا كبنان وهي تيرانو لوجو تهكاي هدي تينك دلوا ساري مركا عيد كستا أو تعل وح برشر عيد كستا أو دنا إسا قرآن كي يدين ته هو سلايسن هي لها إسلام جاء تدك وعوي جنع ستلا وعوي بيشير هبلان بسودو أرتيلا سو برا قرآن هو برا تربية أيو برا دين الإسلام كبرى وعويا مركا عد كستو واحترعسا وإن صاعوا وسا وعوي سيروا بكبلا وعويا وضرك تان ماشوا سوا وقتهاي كرجال يدا يعتربو بهاي هاي كراس بقى لو بهاي هاي سبورة ده لو بهاي هاي نكستو وحيو تركرو يو وحير وغالن لو حلو وحيو تركرو وأنا كسر ترى مركز كا وشيخ صالح وفري تدوينها غير ترى وهو أنت لما يقولين تجويد القرآن تربية الإسلام من ما يقولون يقول ما دي يقين أدري لكن ما يقولين تجويد القرآن مع ما بيقين مع ما كسر ما يقولون وهو يعني ما نقصي جوا يا جتابي يا فكرة دوي سكاني هنتي تودي بيريان dina ka furan madrasa iyaga bixinay qayb ka mid ahayn macallin macallinkiiba keenan waxaan dilay wax baro macallinkana qayb aanu bixinay qaybta rabbi shan iyo soddon arday oo qaybti macallinki qayb kharashii macallinka qaybti bixiya ayaa laga waydala waxa ma hadii ilaahay nimankii fikrada keenay maanta de abaalkaayaga iska leh مانتا مدرسة دي ما كي بحثتي ولا كي بدتي لوات بالفري يا ما توت تقلي وحويان مدرسة وحما يسا تعمير بيسا ترتم بيسا وحبرش هاي تكت ما دوت وح كلو ما يسا كم قطع تزد دحاب يتو أفرادنا إذا كربس وح كلو ما هذا إله ما هذا إله يا دد مقرسا دلوا ولا شيء أولو خلو جوي وأكيد دلوا وحبرنا يسا يا يبدو ده معايدة وحكم مدا معايدة معايدة إسماعيل عود إسماعيل ميا يا شيخ صالح عود إسماعيل عيناشي يوم بخيب تروح برا سواك مدرسة دي الواد بنفرس طلع صدحاتني واسوي إن شاء الله صالح إسماعيل عود إسماعيل عيناشي إسماعيل عود عيناشي تفضل بنا ناي الله ببركة يا ناي ما دام أقول إنه هكاسين مر يا مال يا مسكحة ونصفري إنه عرورت ولا لي هذا أي واحد برام واحد لنا الله هكذا دونا سير الله مدرسين أنت عارفين واحد مدرسين شيخ مدرسة النصفري المدرسة به نمو يصير بريهين واقوى قوافي لبس سنة با أردني إنه على صوب حري إل كل كيف قبنا زين وين نو بريهين تنا ما أنت واحد رجينا وأتوي إن لوقت دي ده خاصة أيامنا هذه وين أول ما اسمه كويه لوقت تيجي أنا أدي إن هذه نقصة بحثين الله ينور بركة لو فرحة
oo yaani ubadkaaga iyo dalkaaga yaani loogu dadaalo waxa weeyaan kitaabka qur-aanka halkan madrasadii labaad weeyaan tan laga furay jira maanta allah inagu anfaco wax yaani anka arinkii wax ku bixiya iyo kii wax baranaya iyo kii wax barta intaba akhriya diyaad ma faajo kii waxa weeyaan qur-aanka waxaan leenahay diyaadda iyo dalkaba hal caawiyo wixii ka dhiman waxa ilaahay loogu dhawaadaa dee waxa weeyaan qur-aanka diinta qur-aanka oo ciise iyo kamaan iyo taraqi adiga iyo kuwa aad wax u dhigaysaaba ilaahay idamkiisa xagga hore ha gaadhaan oo ha noqdaan iyaguna kuwii foomka ka dambeeya anfaca ha noqdaan waxa weeye tani waa naftaadiie waa hees looda loogu heesi jiray naanida ha jebin waar waxaan leeahay inamada dibadda uu ku maqan ee dalka u dhashay ee dila u dhashayow waxaan leeahay war madaxiinna iyo martabadiinaba allaha raajiya haddaan duqaydiininahay war inamada idinla mid ah ee haddii ilaahay laga helo dalka u soo hamiyey ee halkay joogeen uga yimid ee idinla mid ahaa idinkuna soxanay tixgeliya oo wuxuu soo tara oo gurya u soo dhisa oo waxay hayaan gacanta ku taageeraan leahay waxaad haysaanna waar ku taageeraanu idin leenahay taasi waxa weeyaan inimada dibadda waxa weeye haddaan usoo noqdo kuwa dalka waxaan leeahay kuwa dalka joogow war waxa weeyaan waxaa la yidhi awrka hore awrka dambe kooru socodkiisa leeyahay war kuwii hore ee kuwa inamada mashaekhda ka weynaa ka waaweynaa war wax allo waxa daleedaado waxtar ahoo qiimo gal ahoo qaayale war waddanka annagu kumaanaan arag laakiin inamada iminka dhashay ee haddanada koray ee kaalin galay waxaan leeahay war waad korteenna allah idin kaalin geliyo war dalkii nibad waxbarteena waxaan leenahay ood ka qaadeen dulligii iyo waxbarasho la'aantii iyo hama la'aantaad ka qaadeene waridkana allah idin cisiyaanu idin leenahay waxa weeyaan madrasadeennaasi waa tii labaad waxaanaan ku soo dhawaynanaa sheekheenna inooga yimid waddankaa shisheeye inoona soo bartay diinta islaamka oon ku cusaynana waxaan rabaa in haddii aan nahay waddanka maxalliga soomaaliyeed wixii dalka dilaad jooga inuu odayaal iyo qaal u kacaan waayo guriga waad arkaysaan walaal maxalliga caruurta wax lagu baro uu dayacan yahay weliba sidaasaa maxay hayday dadkii lahaa yidhaahdeen waxa ku baro caruurta ha ku baro wax rashad rashaad bismillaahi raxmaan raxiim maxaa weye sheeg caalamka laga yaqaano aqoona dagasaalo loo wada cabaadee macalinka dhigayaa ubaxa barbaaruu idatiyo asluubtada idatiyo asluubtiyo ku barbaarsha diintee hambalyo salaam bay haadiyad kaaga dhigayaane kuigaaga aakhiro waxaad doonaynaysaa ardaydaa dalkaaga diintii qur-aankaba ku barbaarinaysee